السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيداتي أعزائي سادتي، لقد تم تشجيعنا وصفينا على العظم وانسرقنا. طبعا جتني أخبار على الديسكورد لأنه ما حدا كتب منكم بالتعليقات شو صار. ليش ما حدا كتب لي بالتعليقات شو صار؟ اللي صار إنه جاء علي وسرقني، لكن إجاني الخبر على الديسكورد من فاعل خير ما بدنا نذكر أسماء فشميتهم من حفظ عليهم. جاني خبر انه يا محمد علي دخل السيرفر وسرقك. واي ايش سويت لعلي؟ اوكي هو يمدي يدخل بالسيرفر لكن ليش لي يسرقني؟ يعني بداية لسه داخل ضيف، يا هلا ويا سهلا تسرقني كمان وقاحة؟ هي اسمه وقاحة؟ طيب ما علينا من علي لانه علي اساسا انا ما يهمني كله، فاللي صار خلونا نشيل هذا مشان نعرف نشوف. طبعا هذول البنرات اللي كانوا لقيناهم يجون الحلقه الماضيه، مع انه جاني اكثر منهم بس ما لقيت غير هذول اثنين عندي. على كل حال مو هون فكرتنا انه اني سويت جريفن ثاني، روضت ابيك جريفن ثاني وطورته ولفلته. طبعا شوفوا هذا القديم اللي فيه عنده 14 ليفل بالدمج بس، اما هذا الجديد 184 ليفل بالدمج يا شباب. يب هذا مرة أسطوري، صح هلثة وأخيس لكن الدمج مرة أسطوري، ولح نجربه اليوم طبعا. وكمان إني روضت جيجا ثاني يا شباب، والجيجا الأساسي اللي هو هاد، يب طورت واحد ثاني تمام اللي هو هاد، وهذا يا شباب حتى ليفله أعلى تمام، حتى هذا ليفله أعلى جاء ما أدري ليش. أما شوفوا هاد ليفله أبو كلب وما تطور فيه الدمج، ما أدري الهيلث لانه اساسا هو ابو كلب، وهذا فانتوم ايج والله جيب انا احتاج فانتوم ايج. طبعا هاد قدرت الفل فيه الهيلث، طلع جلتش من هاد وتطورته صار في جلتش وما بيتطور بالهيلث، فطورنا هذا وصار هيلثه عالي. رح نجرب ان شاء الله تعالى اليوم هاد، ورح نجرب كمان الجريفن اللي هو هاد وبس. لكن قبل ما نطلع لازم اصنع اغراضي، حتى حازف لي الملفات وشايل كثير شغلات. طيب ايش مسوي انا؟ في عندي هون بعض الشغلات هذول اللي حاططهم يعتبروا بديل مؤقت، وطبعا عندي بعض الشغلات هون بوشينات والقصص، لكن صارت هوسه عندي والله. خلوني ارتب شوي الانفنتوري، اصنع الاكسات والبيكاكسات وارجع لكم. طيب شوفوا في عندنا هون اشياء كثيره مره، لكن كمان تكلف مره، لذلك اللي حسويه انه في عندنا هون البيكاكس والاكس وهن بيكونوا تيرات. انا جهزت طبعا من هدول الفا توكسيك دراجون والجولد بار لانه حرفيا لا نحتاجهم بشي جدا 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 اسطوري، واللي اهمهم انه يسوي الاكس والبيكاكس اللي هو الجولدن، وفي عنا التير الثالث اللي بيجي هو الفايكنج، ولازم اسوي الفايكنج اليوم اللي هو هاد وهاد، في الفايكنج اكس والفايكنج بيكاكس. لكن اول شيء لازم نسوي من هون البيكاكس العادي. اوكي ميتال بيك، اوكي طيب اعطينا ميتال بيكاكس وبدنا ميتال اكس كمان. هاي الميتال اكس ما راح اخذ سيكل لانه اساسا ما احتاجها. طبعا سويت اشي مهم جدا انا واللي هو البامبات، لكن اشوف سرعتهم مره ضعيفه حتى بانتاج الاليمنت، يعني تقريبا صلن من يوم اللي صورت الحلقه الماضيه واتوقع انه هاي الاليمنت يب شايفين 500 بس صلت 3 ايام، فهذا الشيء جدا جدا بطيء ومزعج، لذلك ممكن اسرعهم شوي. طيب شلون بدنا نسوي هذول؟ خلونا نجيب الاكس والبيكاكس هذول نحطهم هون ونقول له اعطينا من التير الثاني، لانه لازم التير الثالث ناخذ التير الثاني، فمجبر اني اسوي التير الثاني واللي هو هاد واللي هو هذا الاكس كمان، ونقول له بسم الله. طبعا عندنا هاد سلاح تخدير، لكن هاد حرفيا الموارد اللي فيه اللي بيطلبها اساسا ما قدرت اسويها، اللي هي حتى الكوفيد 19 هذا اللي بده 40 وحده هي ما قدرت اسويها. يعني انا سويت بس شويات تقريبا 100 من كل اشي لحتى بس اضبط كم شغلة. طيب بيكاك اكس وبيكاكس اتوقع ما بدي اشي تاني. الفايكنج سبير ما اتوقع انه ممكن يفيدني بشكل كبير، لكن في اشي جدا مفكر اني اجربه، مانتيكور بويزن. شايفين يا شباب هذا سلاح مانتيكور بويزن، ممكن يعطينا اشي وايفرين بويزن عنا، وعنا سبايدر بويزن ما بعرف اي الاقوى، لكن اتوقع انه ممكن يكون المانتيكور بويزن. نجرب ناخذ واحد ونجربه، لانه اتوقع انه حتى هو بيستخدموه يعني بصناعه ما يسمى ايش احكي
والله نسيت شو بدي احكي. بيستخدموا هذا بالإليمنت، المفروض انه هذا يستخدموا فيه الإليمنت، لانه اساسا عندي طلقات دبوسه ما عندي، عندي السلاح لاني اخذ بلو برنت منه، لكن ما عندي طلقات، حتى اذا بدي اسوي اوكي يمديني اسوي والله. خلينا نسوي لنا 100 حبه. اوكي 69 حبه مو مشكله. بدي اجرب هل هذا انه فعلا بيشتغل على الإليمنت بس، اذا بيشتغل على الإليمنت بس وتوربرو كان عالي فوالله ديم. اوكي بيشتغل على الإليمنت بس. نايس. يا عمري والله بنجرب، عنا اليوم ترويضات جبارة. طيب شو رح نروض اليوم؟ وين رح نطلع وشو رح نسوي؟ شوفوا عندي خيارات كثيرة، اللي أولها الإيبك فاير وايفريم، بدي أحاول أجرب شيء طاير. يا إخوان روضت كل شيء أرضي في العالم، لا مو كل شيء، استغفر الله العظيم، مشان ما يصير كذب، روضت شغلات كثير أرضية، لكن كلها تموت، فبركي هيك، يعني سبحان الله، الجويين ما يموتوا، فعندي الإيبك فاير وايفريم ونحوله لفانتوم. وعنا الفولكانيك فاير وايفرين وهذا نتير جديد نشوف قوته، وعنا البلوم فليم جريفن. هاي 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 كسر، ييي كسر الدنيا يا عيني، والله هذا حسه حيطلع ذا. شوفوا ممكن اطوره والله، والله ممكن يتطور، خلينا نشوف والله اذا بدي اطوره كم راح يحتاج موارد. نجي لهون نقول له ابجريد، والله نت باد ممكن يتطور، فممكن نجربه والله مو مشكله. طيب خلوني اشوف اشيك على البيض انا، هل هون البيض بلش يطلع لي؟ اوكي اوه البيض حلو بلش يطلع، نايس. طيب نشيك ولا نسوي 10 كبلات 10 كبلات على الماشي ونمشي؟ والله انا هيك بشوف احسن. طيب الفولكانيك ايبك الفولكانيك هاد بدنا منه تقريبا 10، خلينا نقول 10. اوكي كوكينج لاب ايش هذا؟ اوكي ده بده هذا براميت متن، بده متن مشوي، كأنك على متن مشوي طبعا. طبعا هذا الفرن جبار، خلوني بس اروح اورجيكم اللوت اللي بيعطيه هذا الشباب، اورجيكم اللوت اللي بيعطيه هذا البيكاكس او الاكس بشكل عام. اوكي عنا متل تحت يا عيني، حلو هذا البيكاكس، خلونا نضرب. اوكي هاي حجرة متل عادية تمام، 12000 شايفين. طيب حجرة الستون بيعطيني 14000 ستون، يعني والله ماني داري ايش احكي، يعني حرفيا موارد ممكن تروح بس تخ 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 خالصة، تخ تخ معلم بتعبي موارد للصبح. طيب نرجع نسوي الكبلات، ما بدنا نتاخر كثير لانه سولفت واجد وانا مليت. حلو تقريبا عندنا 6 كبلات من الفولكانيك، خلونا نشوف عندي ايبك انا هون جاهز. اوكي عندي بيرنر، عندي ايبك 5 كبلات وواحد منهم راح يخرب بعد مدري كم ساعة، اتوقع كافيين نطلع نجرب، نطلع نجرب نروض. شوف راح اخذ معي الجريفن البيترادون احتياط، اذا ما قدرنا ايوه اذا ما قدرنا بالمسدس هاد اول شيء حنجربه، نحن حنجربه نعطيه مثلا تجربه هيك. اوكي 2000 ما راح يبين، 2000 ما راح يبين. الو ايوه ليش ادفع فلوس؟ ادفع فلوس، انا بدفع فلوس، خسروني فلوس ليش؟ طيب نشوف الفولكانيك ونشوف الابيك مين الاقرب ناخذ. اوكي عندنا 600 فولكانيك، حلو قريب. الابيك عندنا 600 اوكي بالصحراء، لا خلينا على الفولكانيك معناتها 600 هذا هو. حلو 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 كم متر؟ نايس، خليني معناتها هون اصبر بحاول اجيبه لهون. بسف ها بسف ها كلكم بسف. وطبعا روضت واحد تاني باور جيجا لانه جربته اساسا طلع خايس ابكل. يا الله على الوايفرنات يا طيب، شو بتسوي هون؟ انت نح بيتي ها ترى، يعني ويلك يا سواد ليلك يعني على المنظر. ايوه تعال. اوكي في حدا وراي؟ اوكي ما في حدا وراي، المنطقة هون آمنة. اي 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 اي
لا انتو يا كلب. ايوه نشوفكم هنا مرة ثانية. يلا والله جابني عنده والله يا اسطورة. صوت وايفرين والله صوت وايفرين صوت وايفرين. بس هل اوكي نايس. طيب انا جرب اورجيكم درج القيقة. نايس تعال كيف تعال املك والله هرب شرد. اوكي هذا شو اللي عندنا تحت هون؟ بروم شيفت دركس. بسم الله بسم الله يا رب يا رحمن ويا رحيم يا جبار يا كريم يا رب ما يموت. ادعو معي ادعو نجي نعمل له حشوف حركة تحت التنة. بس خلاص ما تقدروا لي والله استغفر الله العظيم بس انه ما تقدروا لي جي جي يعني. اوكي انا بتعرفوا عشان عم بدور لحد الان على البدله على البنطلون تبع البدله انا ساعتني مفسخ صحيح سرق لي هيدينك بس الحمد لله يعني عندي انا اساسا شغلات احتياطيه بس ناوي اعملها بلو برنت الامانه بس شكله ما علينا نصيب. طيب هذا شو؟ طيب حكينا كم من دمج نحن؟ اوكي من دمج 600 مليون والله يشوفه ممكن يموت ممكن يموت نجرب. اصبر عندي ما عندي نسخة والله اوكي اوكي استنى ناخذ نسخة اول على كل حال وبعدها يا مقرر نهجم يا لا اذا ما اخذت نسخة ما تهجم على اشي. شوفوا اتمنى انه ما يحتاج اكثر من 5 قبل اتمنى ذلك يا عمي والله انك حبه بتاعتها. عفوا 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 ايوه تعال تعال وراي تعال ايه تعال ايوه انت بدي اياك شو بدي بالار جي انا نو شويناه شوي اليوم للبتردون صار مشاوي هل؟ بس هاي سريع ايزي بيزي لمن سكويزي تفضل وهي احلى 5 كبلات لعيونك. تعال انت لانه حنبلش نجرب فورا ممكن يكون بدنا شوفوا بدنا سدلات نجيب سدلات ما بنحط له سدل بس كاستر معناه تحت له سبيد ما عندي سبيد. اوكي شوفوا ما راح اجربه والله ما راح اجربه ما راح اجربه فورا فانتوم. تعال تعال لا بما انه روضنا الفولكانيك علينا بنجرب هذا الفانتوم فورا. طيب الفيروس عندي اياها صح؟ لا هاي ميديوم اوكي صح الفيروس طلعت مره واحده بس بتصنعها وخلاص جي جي يعني امورك بتضل بالسلام لم سليم. طيب ايبك اوه نقدر نطور نحن صح ال ما تعرف تحكي انزل انزل انت هون هلا مو وقتك. الفولكانيك كمان لهم فيروس صح؟ لا والله لا 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 خلص معناته بنجرب هذا وهذا بس. خلينا نجيب بوشينات الاكس بي. شوف حبيبي اللي قبلك اعطيتهم اياها وما لفلتهم مشان هيك ما خربوا فانت يفترض انك ما تخرب تمام؟ كنترول اكس هتعطيني البلبك حلوين. طيب هاد ما بيتطور فهذا خلينا نعطيه اكس بي ماكس اكس بي. عندي يبا عندي ماكس اكس بي تفضل عندي برنت خليها معك. يا هلا وسهلا
وين رايح؟ وين رايح يا طيب؟ يا طيب يا عيني على الايم، يا عيني على الايم. طيب نجرب اول شيء الفولكانيك الفانتوم 600 مليون. حلو، اعطك اسهم. بسم الله ويا رب يكون في منه امل. شت او شت كليك يمين او شت سي يو اصبر سي يو كان والله اما خلاص جي جي عطى 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 ماكس اكس بي عطى ماكس اكس بي يستاهل يستاهل شوفوا مشاوي بيعمل يا عيني والله ما توقعت هيك يكون قوي ان شاء الله يكون الفولكانيك اقوى منه لانه هو اعلى منه تير يعتبر يلا يا سيدي ايوه اوكي هيلث 25 بليون نشوفه بعد الامبرنت كم ما ادري ايش احس انه ممكن يا عمي كافي 25 بليون ايش سلامات ايوه اعطى امبرنت 49 بليون و 4.7 مليون الدمج كليك يمين اوكي كليك يمين كم صارت نايس كان 900,000 بس طيب العضه العاديه سالب هذا الشيء طبيعي طيب اللي يطرح نفسه سي يا عيني هاتولي بوس لهون هاتولي بوس لهون وينو هذا جيجا اللي كان يهايط الحلقه الماضيه وينو بس جيبوا ده ده والله اللي جيب واحد ما 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 خلص خليكم ده نجرب على هاد ترى 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 الو الو ما بتدمجوا يا شباب اي هيك اي بلوتوث ايش هذا لكم بس وين الجيجا جيبوا لي جيجا بس جيبوا لي جيجا انا ابغى الجيجا اليوم انت تقولي قتل بوس اليوتيرانوس وبيعطيك وبيفتح لك التك كامل بس مشكلته ما يتدمج من اي شيء لازم اقتله بالحصن بالهذا يا عيني الاجرام يا عيني الاجرام حطه بس بدي اجرب كم راح يعطي دمج على البروم سالم والله سالم طيب مثلا هذا اللايف فريم كم دمجه عجب بابا عجب عجب والله ما ادري بس شكله دمجه راح يكون مره عالي نشوف لنا شي هيلث عالي ونجرب عليه بس بدون ما نجيب العيد طبعا يا عيني صارت القتل عندي مثل شربة المي اخ اخ بس لو الاقي منه الجيجا اختفى خاف شوفوا خاف هرب ما تبين ما عاد ظهر وجهه اساسا خلاص ما تسترجوا يطلع بوشي شوفوا بس اعمل له هيك روح يا عمي هذا الفانتوم خلاص بعتمده انا وسيله تنقل وسيله تفرفر كل شيء قتل متل دعس فعس معس كل شيء هيك مثلا انا والله بقنابل هل تفكر انه في ما افكر فيه اوكي ما بيدمج باد ايديا بالله عليك بالله ما في حدا ممكن يعطيني الشيء اللي بدي اياه بليز حدا يعطيني بنطلون تك بليز هذا ديناصور ارك جديد صح؟ وهذا هو كم الدمج والله؟ تعال اتفل عليك تعال اتفل عليك السلام عليكم اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ما يموت
بس ابلع. نايس اوكي اخيرا في عنا بوس. ما يدمر. نايس ليش؟ ممكن اعرف بوسات بروم ما تتدمج من ديناصورات الفن. نايس نرجع البيت نجرب الفولكانيك بما انه عرفنا هذا قوته. هذا والله ممكن استنسخه يعني ضروري جدا. اوكي انا هذا فورا. اوه شوف فرق الهيلث 49 بليون هذا 1 بليون. اوه فرق الهيلث يا عمي نجرب شو ورانا. سي ما عنده حركات. اكس كنترول. اوكي شكله ابو كلب. اوكي ابو كلب. لا 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 مشا مشا كجاك والله ابو كلب. والله شوفه كنت متوقع اعلى من هيك دمج بس بدمج بليون وشوي تقريبا. يب بليون وشوي بين بليون و 600 بس كمان قليل والله يعتبر مرة قليل. هذا والله يا شباب شوفوا ديناصورات الفانتوم اقوى من الفولكانيك معناتها بجيب واحد تاني او بنسخه وبغير جندر تبعه وبخليه بس يجيب لي بيض لسوي التير الجديد اللي هو تير البوسات. نجرب تير البوسات اتوقع يعتبر افضل بالنسبة لنا. يب مع انه شكله حلو والله بس اوكي نتباد هذا احلى. هذا ملك السواد. طيب نروح نجيب البروم جريفين هلا. اوكي فينا سكوربيون. لا ما لحت السكوربيون. اوكي اساسا كنت ما بقدر الوحه يعني عادي اساسا هو شيف. طيب كله على ليلة كله كله على ليلة مشان نجيب اللي وراه. اوه 5000 متر سبحان الله. هذا جريفين كالعادة تحت الارض كالعادة. هذا جريفين تحت الارض بروم جريفين عادي. ما ادري ما احتاج جريفين انا صح ولا لا. بارانويد هذا عنوان حلقتنا القادمة ان شاء الله. ان شاء الله هذا عنوان حلقتنا القادمة. طيب عنا بروم فليم غوريلا نجربها؟ والله ليش لا؟ نجربها. نوم بده واحدة. ايزي ايزي تفضل. اهلا وسهلا تعال خلينا نروح نجيب لك سدل. نايس عندي سدل غوريلا وتورب والارمر عنده 10000. والله شكلنا يمدينا نسوي فيها اشياء هاي. اوكي ما اتخذ كاستم يلا ما مشكله. اوكي 8 مليون 5 مليون ما كنت متوقع منها اكثر من هيك. كنترول. اوكي ما كنت متوقع منها اكثر من هيك. يب خلونا نعطيها اكس بي امبرنت. يب توقعت هذا الشيء منها انه ما يوصل دمجها السالب. يب 400000 اكس كنترول كيو ار او ما في شيء. دمجها 600 مليون بس درون لازم نجرب خلي حدا يدمجناه بما انه معانا السد العالي. بدي اشوف هل السد ها مين هذا؟ والله مين هذا؟ اصبروا والله شي حلو والله شي حلو. اصبر والله يدمج والله يدمج. تعال بدك كبلات عادية. هلا والله بالعجوب الختيار الصيني
اوكي بدي اخلص اول شيء اجرب الغوريلا حتى اشوف كم تاخذ دمج. يا رب ما يكون انه تموت، لانه لازم اشوف دمجها كم بوصل، يعني كم تاخذ دمج. ممكن نعتمدها ضد بوسات يعني. اوكي انت لا تبعد والله. صفر 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 صفر. اشرد اشرد اشرد. صفر قال. سلامات. انت شو بيدمجكم بس ممكن افهم؟ اكيد كان مات هذا، مستحيل ما كان مات يعني. خلاص اشرد. هذا يريد يجرب اشرد. تعال والله كفيت ووفيت. والله كفيت ووفيت. اوه جانا سدل ثاني غوريلا، والله حلو. اوكي جانا ثلاث بنرات ثانية. شوفوا جتنا خوذة الحمد لله واخيرا. يعني صار فينا نركب الخوذة هلا. ايوه يعني. بس انا ما بحب الخوذة يا شيخ، يلا مو مشكلة. طيب اعطونا هذا العجوز الشرير، وينه؟ هلا والله بالعجوز الصيني. هلا والله. تعال تعال. هيك الضرب يا بلا. اكس هلا بي سي يا عيني. اكس ما عنده والله. شوفه والله يجي منه، والله يجي منه والله. اوكي بس ممكن ضد الديناصورات العادية، اما ضد بروم ما اتوقع انه ممكن يسوي شيء والله. يمكن اضيف مود سدل تبع شو اسمه اترنال عشان يركب له هيك شخصيات ونقدر نعطيها شوية ارمر. طيب شوفوا راح اعطيه. ايوه امبرنت. كم وصل يدمج؟ 38000. اوكي 38000. 38 مليون سوري. 38 مليون. يا بوصل بوصل سالب برياحه، بوصل سالب برياحه. بس لكن لازم نلفله. اوكي 218 بليون. حلو، بس كم صار يدمج؟ اكيد سالب، يعني شيء طبيعي. شيء طبيعي. ايوه سالب، بس على بروم. على بروم كم راح يدمج؟ هون الفكرة. اوه سالب والله. نايس. نايس، بس ما يدمج كل شيء المفروض. مفترض انه ما يدمج كل شيء. طيب كم هذا؟ دمجني، شايفين كم دمجني؟ شايفين كم دمجني؟ هذا حرفيا بس بيمشي بيقتل معه. هذا بس بيمشي بيقتل كل شيء حواليه. السلام عليكم. اوكي. قوي. غريب. لكن ما يصمد، يعني ما يصمد ابد. ما يعتبر خيارنا الافضل. بدي الاقي لي شيء لبروم. خلاص يعني صار لازم نعتمد على ديناصور. او ممكن استنسخ هدول. بما انه الحلقة الجاية رح نفتح التيك. وشلون بدي افتح التيك اللي رح يسألني؟ رح افتح عن طريق البوسات العادية. في مود مركبه انا هون. بقدر اصنع الارتيفاكتات وكل اشي من الميتال بس. تمام يا شباب؟ فهذا الشيء يعتبر مرة حلو. ومثل ما انتم شايفين بقدر اصنع اي ارتيفاكت عن طريق الميتال. وشيء جبار يعني بيوفر علينا، بما انه هي السلسلة اساسا اوبي فبوفر علينا كثير شغلات. لذلك يا شباب الحلقة الجاية راح تكون مرة اسطورية، لانه راح نواجه فيها بوسات. راح نحاول نواجه نستنسخ الغوريلا هاي اللي روضناها اليوم. احس انه ممكن نجي منها، لانه هدول ما اتوقع انه يدمجوا بوسات، فلازم نحط هدول. تمام يا شباب؟ لذلك بما انه فيها سدل قوي راح نستنسخها بالكرايبود ونقول يا رب. وبس اتوقع وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. قبل ما نطلع خلونا نشوف البانرات. اوكي شيء مختلف والله، والله شيء مختلف. فكرت يعني شيء موحد. هاي لاو عيب عيب. هاي شو كمان؟ هاي عيب. اوكي شيلون هذول. اوه مرقمين اتش دي 39 29 25 هاي 21. اوكي في اكثر من هيك معناتها. اوكي اخواتي شوفكم. لا 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 لا, لا. اسف والله اسف، جبنا ام العيد سوري. على خير، السلام عليكم.